احنا في مكان يكاد يشبه الحلم من جماله ومن نصاعة السماء وحلاوة البحر والبحيرة. هذه المنطقة مؤهلة لأن تكون منطقة أكثر من 5 نجوم، مؤهلة لأن تكون مركز استقطاب سياحي واقتصادي وتجاري، ممكن جدا عمل فيها مجموعة أفكار مع بالإضافة إلى السكن والفنادق والمنتجعات، ممكن علاج بالماء، ممكن مسارح، ممكن 8-9 سينمات، مجمع سينمات. طالما المدينة فيها مهرجان انترناشنال، مهرجان دولي للسينما، على الأقل لازم يكون في أي مجمع ينبني الآن يكون شرط فيه تحته في الدور الأرضي 8 سينمات مثل كل المولز اللي بالعالم، مو سينما واحدة، 8 بأحجام مختلفة من 200 كرسي ونازل إلى 60 كرسي. هذا يساعد على أنه أولاً الفنون والسينما والموسيقى والرسم أكثر أشياء تحارب التطرف، وأكثر أشياء تحارب التعصب، وأكثر أشياء تبعد الجيل الشباب بالأشياء الغلط، لأنه راح تعطيهم حلم، تعطيهم مساحة من الجمال. فأنا أعتقد يعني المغرب مؤهل جدا أن يلعب هذا الدور لأبنائه. وإحنا دائما، أنا كنت أحكي الآن لصديقة من أفغانستان إنه المغرب هو يكاد يكون البلد العربي الوحيد اللي كل مدينة فيه هي تكاد تكون عاصمة، وهذا غير موجود في باقي الدول. في الدول العربية يهتموا بالعاصمة ومدينتين أخرى الكبيرة والباقي كله خراب، لكن مراكش عاصمة، تطوان، طنجة، أقادير، فاس، مكناس، دار البيضاء، كلها عواصم. فهذا يعني أن هناك خطة صحيحة لتمشي فيها البلد، محتاجة رؤوس المال يجوا يشتغلوا في هاي المناطق البكر ويحولوها إلى جنان إن شاء الله. السلام عليكم على هذا المنظر الجميل في هذه البحيرة مارتيكا الجميلة الرائعة اللي كنت منا أنها كنت جيت وشفتها، كانت في واحد الحلة ودابا بانت لي غدا في واحد الرونق جميل جدا، غدا كتحسن غدا وكتقاد، ولكن غير كافي بالنسبة لهاد المنطقة تكون فيها غير اوتيلات وفيلات اللي كيسوا الثمن، لأن كنتمنى أنه يكونوا فيها مسارح مع هاد الوطيلات ومع هاد الاشياء الجميله اللي كنشوفها قدامنا. خصنا مسارح فيها، خصنا قاعات ندوات هنا، باش الا كانت حتى الجوله لهاد المنطقه تكون فنيه ثقافيه ابار سياحيه، ان غير نشوف الجماليه ونجلس في الوطن وهذا، ولكن خصها تكون واحد فيها اشياء اللي تكون. انا كناشد المسؤولين، الله يرحم والديكم بهذا المفهوم، الله يعطيكم الستر. هذه المنطقه جميله جدا، مني تبنيو الطير بنيو وحده واحد المسرح، واحد القاعه اللي الانسان يجي يتمتع ويمتع بالفن والثقافه وسط هذه الجماليه، لانك الفن والثقافه غيخرجوا مع هذا الجمال ديال هذه الطبيعه ديال هذه المنطقه، غيكون رائع. غير 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 تيقوني، الله يخليكم. وشكرا. My name is Carlos Coelho Costa. I'm a jury member of the feature movies here at Nador Film Festival. I arrived here and this is a great project. I think what we are seeing here is a fantastic opportunity for people to come from all of other countries and meet this fantastic view. So I think everyone will like it. I came here for the film festival that happened this week here in Nador. This is so beautiful place. I think I was not surprised because I've been here before, but to see how it was in 2015 and how it is now, it's so different and it's so beautiful. And I think that you all should come here and visit Nador Mashika because this is really, really beautiful and you will enjoy it. Hey, salut. Je viens d'arriver à Mashika et je trouve ici vraiment le projet assez bien. Si on aménage bien ici, je pense que ça fera une belle site touristique. Moi qui ne voyage pas, je voyage beaucoup de fois. C'est très rare que j'arrive à je vois ce genre de site vraiment. C'est magnifique.
سي مانيفيك سي مانيفيك والله العظيم سي كل شيء زوين كل شيء منظم كل شيء مقاد انا فرحانه راني هنا قدام البحر ديال مارتشيكا ديال مارتشيكا اسكوز ما بوش ني با داكور افيك ما طيت كي جاك المشروع ديال مارتشيكا سي جي ريان ادي روغارد لا بارادي دو لافي شويه تاع الجنه في الحياه سي سا والله القسم شحال زوينه الدنيا هنايا ومنظمه ومقاده و سي مانيفيك 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 كي فانتاستيك كي رومانتيك اكستراوردينير جينيال تو لي زاكجيكتيف كاليفيكاتيف معكم ماريا من مهرجان الناظور المديره الفنيه واول مره كنجي لمارتشيكا وتنشوف بان هنايا منظر رائع وكنشوف بان كاين هذا المشروع الرائع اللي هو في طور الانجاز كنتمنى انه يكمل في اسرع وقت باش اننا نجيو العام الجاي يكون واجد ونكونوا هنايا حاضرين في مارتشيكا بالتجهيزات الكامله ديالها تكون انتهت وما نكرهوش تكونوا هنايا شي قاعه سينمائيه لان قاعه سينمائيه في هذه المنطقه مع هذه الجماليه اللي كاينه هنايا يكون شكل رائع جدا نفتخروا به كمغاربه كريف كناظور في جميع دول العالم. We'll be right back.